من زون زون الجمر وبعدين برشة تقصقص تخرم دماثن كراوخ ولبواثن كنبصص خثواثن وخمواثن يقرب شينا ثلاثون كل زونا صوب القش ماثن مريم كامل وزوخن بأثئي توتد مردوثن كل خاين وهيمانوثن إذ يوم شريلا وبدرخ شف ما قد إيبا يومين رابا وشويحا إذ إسقطت ملكا مشيحا بطر ما بشلد ويحا وبطينتح موثا طويخا خثواثا وأخنواثا بشينا ثلاثهم كلاخن ذهب بتزمرخ أمد أغذادا مزمرخ أفعونيثا تسولاق دمارا التوخو وراقة كلاخو بنثوخن شد مزمرخ كلن اللحن الخون عمي خوش كبا نتمنى المشاركة من الجميع شمياثة قامح بثيخي وخو أقلاثة يا حنانة برياثة كل بصيخي قالي قدي شيلي بيش غدها أمي تخرولت إيدة سولاقة
مقرولة قال من يقرأ سيدنا مرقس له فاصلا. شوف مرخدة عملية مريزة بعدي اتفقت تقريبا شمع إتوثا مرضو ثاني تموتوا مرضو ثانايا دي لخ اتفقت دتانخ لكو كل مناسبات بين الأولى تيخ قاتة تيخ دراث القاتة رابة تيخ درقش تدمينا شبرا دت أصالة دي قاو درقش طبعا دخل دود إذ السلاقة ومن دي قماية معناها في هذه المارة باخر ما القبلة بين ميثة باخر تربيه من مغزير جيالة التلميذة سقل الشمية وطول يمند على هبابة قالوا الشمية أي بغرة كمشا أقل من مريم سلطان كيري ديونه الشمية قديقت شفيع ومصليانة ومحامي وناطورة قالت كلها يمكن يعني حسب ما درسيني عياد سفيات الكوديرة ناشديا قامت إيه سلاقة مارا إيه خمشترك بين المثوات كلي دي لا هذه تمرين سلاقة دي لا مرجوحة بقاوة العربية مهدودية لا يا كمرينة بخلنا مثوات كمرينة جوان كوديرة باي حرق زارو كثيا زبلا جعفو آخر برقش كودي وهذا مثواث الدشتة هم هذا ومثواث الكورة خشون هم هذا كودي يتم رسيعي خام المثواث الكورة فهو ذي شي كوركي والخا بزارة بداية خاقوا يديها تخمل لي قاوة قي كودي آدي ذات خازوك أطبع إيا أي مرجوك تمشاريا قنفتا ولديك أعمق نقطة بعدين كسقة مارا برد آلها نخف الأعمق نقطة قاعد ضلنا شو تدينا موتا قبل وسقل الشمية قلت كم شرية من الليل لا شيء ليه بدراك وكاوا كي من الناس معين تيخ من الليل عليه من تيخ برناشة كم شاطلة برناشة كم وسقل هم العديوثة الدرجة علوية لاهوثة بادي حركة خازوتا ينخمعنا لاهوتي ومختصر مدبرانوز الخلاص دي مارا ناخف وكاس خطقاي موسك منه برناشوثا من داني عادات السلاقة دي خميري كودي هذه سلاقة من خول لأن اقتصادة قريبة له خول كبيرة قصة شاقة تا شخرة تا ديرها وكاوة من دي دخص ديو هذا كمحضري ولا يبين طريقة خول تخش من حسب ما دلوش ميها بس أكيد هاي معنى كما منه لاهوتي كنا دريع سوافة دخل في ليش فخر قاود مثوات خلنا كبيزي مايا لغدا دمتري لغدا بين السلاقة دام تسقى بشكل يوم مثل قاود يا السلاقة دمتري لغدا مصطاي كمريض الرشيش رئيسي مايا قاي هم أي بمعنى هذا ما رم بالصبر كم كسيار خانانا بقولنا من دي خلنا نحكي ذوتن قاود عذاب دي أنا خلي كنت خا عزيزة مسافر ما قولي بيزي مايا بطرحت الدار بيزك مايا ما منزل تروح كم رحت الدار أيو قالوا لا هدو مكملت كل من دي قاوة خلاص دي هذه كوذيلة قاوة مثواثة من تسقوبة وزارة قاوة مثواثة الطورة حسب ما نشميها قاوة نوسر دير دي البطرية الخخنة كمشار شاوع القيم بعد ما تريو الثاني أبوش البلغيرة نوسر دي مردومة ليه لا نوسر دير ولا في السلاقة قاضية المرتومة كمتري أغثى هم ذو دخلة قد تخلقن بيض المرتومة شقة وذوة خمارجان للعاب مائية ومن دعم كلفة شباب دي ما حضر من دها فراخة تموس هم بعوينا العاب مائية خمارجان وزورة ما هو بذلك صحة خشمن آني لي معاني بيض السلاقة بقير كبير غاب كل قربي ولا دي سلاقة كمريوة من دي ميرا إذا مكي شماشة بادر كامل كتاف أخبرتني عن كامري والي إيثن كامل يمكن هذا وكل أحوال تسليه وأبي إيثا وهم يدرسوا تعبير ديخ ميرا معنى لاهوتي دادي إيثا هاوتو بسيطة
حليوثة دعيدة كملة كد مرعيثة الجمعة كم زمري خاخلية قالة ولبيك مسافي تمنى دو ألقش بسخوفينا التنيافز مرقيلة وأتجمعك شكلتينا أخوانوثا بشرب فينا بيشرف أن الأزم مرتا خوشمت إن بقرة ما ثميلة مقرورة طالا أخوانا العزيزة رامي Thank you.
قميثة جوع الدان القصفوثة كم بائلة خيوثة ومش كبيرة أخوانوثة بيشخ أمة شماشة أيوان جيلايا دكتور قرأ بادر بلو دمحكي لنا المرميخة ومدرجتي فضل شلام الله تقدي وقدها بيادح أس موجوة مردو سانايا بادي دوكسا فلازم تمحكف هقصة للدوكسا الدوكسا ديلا مرميخة ومدرشتة مرميخة بشلهوية دو كنيسة نهضرة شاتت تلصمة وتشا ومزورو ذي اثوال هيمانوثا وقبيوة خايد ايتا معادخ بابخ ويمح كدرويل كم داليل قوديرا زل بشل بعياشا قوديرا دمر اوقن ديل قوطور الاسلام بشل تاما شن قرواو كسري شن
ورد رويلة ومليلة من حق خمسة دقيتا وعلى هيتا من تاما بقيلة تزالة خازة عرافة مقدشة أورشلم وزلة الأورشنا مغزيلة دكانة دخيلة بقوي مشيحة ويك الخشلة ويك خيلة وقاوة تاما قريسة دالها كم قريالة تقاوين الخا كمرة مطران تام ذيت الطرشش وكم وذي المطران شادة الله ثم التريوتشي تشل خزونة كريا إلا بقيلة تدار الخايحة ربنوثة وزل بشل بعياشة قو خدرة قو برية سخيف قو بصر بشل تامة بزودة الاسرش النار إلا رمزة على هايا وقريسة ميرا طالع سي دور المدنحة الألقش كثيلة مرميخة الألقش عمر حويوة أما وخمش لنا طلت له القيموسة ناشد ماسا أم قاشة وشماشة وبدك سويوة أدك سدي وغداها أخمياخا زود القم ألف وخمش مشنا قاوة خيلة مرميخة وكم بانيلة بيثة وقاوة حاو عشر خاير وخناشا لنو كم رويوة تشرب الخاية خاية ديئتا وبقيلة تد قارس أبش ليحوثا ودمولد يا لوك تخخنا مدرشتا بوزونا تشرب يا لوك بثاية جيبة من ألقش ومن نثواثة إلى خوضانة ألقش عيشي وآخا وبوزونا مطلخنا خطو كاسا لكمرخنا دها أقسام الداخلية لأنه يالوب الأثاو من نثواثة أكيد لثوة بالدقريوة فبنيلة ختمة دمرخنا سذر صفوف مش كبيرة وقوي يلبي وقويوما ومكمليوا تشمشتي قويتا وبليلة بيشيوا آخا دمخيوا كنتم كاملا شريحوثة مرميخة وقرولة يوماثة كم جامع لها كل يالوك ديح وملبانة وبقي ديح كم بارك لي وبسل الأرقش وميلة وقولة ديح مشمها لم شارك بقاوة عدواوة يعني لها كبر لك نجمن ومصبي على رجانه وعمر حويوة أما وزريشن مثل خارب يرث الخنيسر شاب الأربيمة وتشوسري وقيل أثقل أكتم عميرا والثبيتة كبير جهازة لأنه أوس صغر من أرض شويوة أما دم قديشة ليلة خوضرانة تحاملها ألقش وإيثن تصديات كبيرة فيش محقية لأنه نبقيوة للتعديان البائية والمتعدية والألقش ركاوة خملاخة أني حاول حامي ولا ألقش بصر ما تزل مرميخة أكيد هاي زيلة بصرة الخشلة الأرخاصة دي هم كملة مدرشتك كم بعملة كم مؤسس لأو ول دمام فعلا الدارد اشتاسر فعلا قاشا اسرائيل رابي رابا القوشايا بيت بشكرانا او مدير وكنت تاكس لها اف مدرشتا قاخرتا ايبا دمرخلا مشابع سانا بتري او مطر مرميخا وبوزونا مرميخا وهيك المرميخا دواوة خليتا تروي وبيتوي وصيروي وبغرامي زونة ماريا والاها الخمشة شاهدت 1528 بريد خصوصة بكثة دس هيكلا وبوزونا غزيلة تري صندوق تكيبا كنتم تسخيلة خامل مي ووغاوح
قلمة مرميفة واخذنا قلمة ناحر. وهل هذا الخشلة أثمت رشدة سيل بصرع لواقع مرقي ورقس القرشاية الخشلة الأرخاثة دكم تاقسنا ساوة والزابط مريوسف مرقودو باتريوكا كم خصفتل هذه هيكلا آخر اسوا طلصها هيكلا زولا كم خادولا وكم وذلا أس هيكلا دي الدها رابع وبنيلا خمش قوضاسا خمشة صفوف دمرخلا بس دكسا تيالوت وخصفت البصرة واوا بزون البطرك عمانوئيل ترين دومكا شادد ألفم تشام وطلثو سريمي تشل مخصة هيكلا وأزمة برشتا تشل خلودا وبنيلة تش أسدر تش صفوف دي لدها تيالوت لأنه ويوا بزيادة وشادد ألفم تشام وتشوط لاصي بنيلة تريخن دي لهتاما بصر التيخ بارد هيكا وهذا يا لوت يلتقوا بازي مدرشتا والألبة وتشامة واوا باتريركية الكلدانية أي عيناوة ملتانة وصرفاوة قلد آبي مدرشتا كدويرة شريحوز الدومينيكاي آخر شاكة الألبة وتشامة كم شقليلة العاطف ديالي آدي مدرسة وشريلة أني بصرافة إلا مثل يا ملتانة ومويلة خمدي خاصة ملتانة علمانية لأنه خميسة ناش الدينة ويوا من الشماشة أني ويوا ملتانة والألبة كشام موتمانيسة تشلع هذه مدرسة حكومية شغلة شمة مدرسة تألقش تكرداية خاصة ريقان وشاركة ألبة الشام مع خوصلي تشنا مدرسة رشمكتا يعني رسمية تشنا شمع مدرسة بألقش كذلك وهذا هذه مدرسة ورشاكة ألبة الشام مع خوصلي بس أربسة رفاق يعني أربسة بوضع صبت معايا أمريبا للمدرسة يا نوت زور التيف من السرشنا أو دبران دي حلوة رابي متشو دي لشماشة منصور سمعان كادو أو يوا مولتوا يا لزور لشانة كالدارية أثواثا أمد حكمة هذا بيتا وبعد دي بشمية صبت تري من بيوة قاوه بشكتينا لشانة كالدارية أمت حكمة قالوا وممرة والدبنة حيالتيوة لشانة عربايا دم مثلا أليف باع صبت ثلاثة بش يستيوة وأريوة بعمقة شعريوة ترقوم لكساوة قديشة وقو عربي قراية وكساوة إمنا وتخلصيوة صبت أربع ودم خارجوة من دادي مدرشتا هاوي وتقينا لشانة كالدايا قراية وكساوة وترجمة مهابخ انهم خرجيوا من دار المدرسة هاوي ومهيئة نثور بريزة على هيتا تكفايشوا كهنة وهذا يا ديوة عربي قراية وكساوة بنشاء ويا لطوة لشانة تركايا وهم لشانة فرنسايا وأما خجبون الحساب وخقصة من نبخلا الصح ما هذا أمرخل خرجانا بوقت شاد الألبة وتشام وخفوصي والطلاصي وهذا خارجوا من دخل مدرسة أمرخوا على مثقف عصري لأنه الليلة بريثة بصف الأربة ابتدائي في هذه كلا من ديان وهذا دخل الألبة وتشام وخطلاصي فخلة صفة خمشة آخر والخشلة هذه مدرشتا ولدش قلة شمة مفضف مدرسة الألقش شرويتا لونية يعني مدرسة الألقش الابتدائية للبنين
بش لحكومية وبش لدولة هاي بعيونه وبصرافها الله. واللي هاي اشتيت من شنيلة من داها وبش لآخا آدي مدرشتا بتاوى قاوح يعلوت دروضة وتمهيدي دويوة برامنياسة خصواتها دومينيكاية أني بنتيوى قاوح وبصرة خصواتها دراهي باكدا مثل خصواتها بكالدان. والنهاية تقريبا والشتوشو كنت زلي من داخا الدكسة هربش لعمرتها لأنه رأيتها ما بالخوالة وديوى الندوات لقاءات لقيت آخر وبعطيتها بالخاوة مدرسة كذايا يلبي وقاوح كذايا وقال لقيتها وطقس وقوشات القلب وقشاء ما وتمانا زون بطرق طول الشيخو ومطرانا بلاحظ بريل أمخة تعبير خنا بادي مدرستا وبهيكلا كما نبشير أقصى بدانك من حلال وشارب بثمانين هم آخا أنت انت أوضاخا فش لفعيم لغذاب وما تلخيوا لإقاعات التعازي وهرها لفولدها أذبسة ولا مبلغتا دها مكتب خونا والقاوة شكل يالوت هم دروس خصوصية قوية وقوشات دلبو تشام وطريوتشي وميومنا جميل إليها شعيوكا الشم البارد وضغط الإمثال لحسابه دير قيمة باركتايا دابي بنيانا وهممنا باركتايا هذه تمثال موريخة بكبير مول المخص بعياشا فاقيم ورشا مميزة بمثلة وقم ألبا وخمش ما شن وقم أثر سجدة خشولة قبارية أكيد بمثلة ما بمثلة إلا أطفش يم المثواثة بشكلة وهرب التيشة بيروخ بسنة ذهب هاولا انسحب قرعة نشرة بسيروا معا بتبشل أوف تبع الدان السومة بس تريك عجايا برونا وبراتا فتوضيح يكتفوت انه الصومة كشان قولاتا لنشر المسير مع مشرفة وثوابخ قرنيفة أسئلة كتاب قديشة ونقاريون أشد مدخلة تشتوني مركزية ضعيفة كلها دلقش من هذا في شيء قريش أنا جمسرك لي ومجوب لي من طاف لا عدا الريسوم والإشتاء في شيء قريش شمال أربع دلقش أربع دسقوبة تري بطناي خام شيخان خام بقوبة وجب هذا هو نسبة وخهدية طبعا لديه المساواة لديه الهدية مش طوما خلقها ايش يقريش لها وكل خاف وراتي بشان مطاول دربوش دخدمع سيدنا ذهب المشاعر بخورا دربوش وفاء يوسف بحو وفاء يوسف بحو إلياس مالان
إنجيل إلياس مالان. وتقري لي شنو احنا عاد اخر هدايا بعدين بالنهاية. محتر سيدي طوالا وش مي الشواك اليم فشل بدهر دوازانا خطا. مارينا منير كتشوجا. مارينا منير كتشوجا. فشل بدهر دوازانا خطا علي كل بنيا سطلي وطولي بكرمانا يا ابو حسيني مضيب. ثائرة حميد كتشوجا. ثائرة حميد كتشوجا. ذهبت باء أخرى عجائزنا برونا وبرادر. ذهبت سطوفة. شم قمايا جاكلين يوسف. جاكلين يوسف. محب عماد نوئيل. محب عماد نوئيل. ميليسيا ميلاد حازم. ميليسيا ميلاد حازم. شم خرايا باسمة بنيامين شمعون. باسمة بنيامين شمعون. بها الشمال حرينا من شيخان. شمنا إلى رانيا كرم خيري. رانيا كرم خيري. الطرف بيت زونا كالو بشم وطنانا لرق القمر غضب بكوك شد عطانا فينا الطرف بيت زونا كالو بشم وطنانا. أتشم تقرين من البطناي. ميادة صباح. ميادة صباح. يا خرد مرض كعثم يمد جنق خلاثا مريانا طير قيشة إما تاكل مفواتا رح تغزيلي. كما شمن بطناي سرمت ناظم. سرمت ناظم. رح تغزيلي طوانا وش مي الشواك اليم فشل دفن دورزانا خطراني كل اليم رح تغزيلي طوانا. دها شمد امرنا بقوم لهم جنبهم. سارة ذنون. سارة ذنون. قولي بكرمانا يا ارض حسيني مضيع خيلي بدرك ودودانا. بس لقينا هون وهدايا بنستلمتهم لمكتب مرميخه. ده طويلا وطأت بوقار اللي التشعيف الماء عززت خش اقترب مشاركة من كل خطر. بوقار قمايا إلى أين سافر القوشيين خارج الوطن لأول مرة في عام 1912؟
وما كان سبب الهجرة؟ يعيد مداخلته. إلى أين سافر الألقوشيين خارج الوطن لأول مرة؟ عام 1912. وما كان سبب الهجرة؟ أود أنت الجواب لزحمة آخر. تفضل. بريطانيا. ما قلت غير جواب، نعم تفضل. من انت غير جواب؟ هذا هو؟ ليت شوخه؟ آخر ثلاث جوابات صح ويوا بس مجانا وفن مستهدف في تصفيق هدي توخم مستلمته لمكتب مرميخة دي عيدان الجواب قد لش مهنة هاجروا إلى مدينة أدنى التركية مشيا على الأقدام لمدة 25 يوما بسبب الجوع والبحث عن لقمة العيش بوقارد تري كم محلة في القوش عددها أي سهلة بس مشاركة أكبر عدد ممكن قد أنت جواب أفعى خبز زحمة سؤال لاحظ ترى عيدانك ما محلة إتن بالقوش عددها أمرت خبخة شلام اللوغة أول قدام محل الدماشة أخلي طريق الجيد تغييني لجيد من أول وخمعينفة أخلي بحاشرة ثاني محل أمخوة لبيقودو خالف بشرة تحتاني ثالث محل بسينة رابع محل مقردة خدامة أمخوة لها بقردة تحتاني بفضل بشرة حي مقردة وماني لي أنا أقول خدامة ده حبري لوي بس مجانا جواب صح دي أمرني جواب آخر ده محل السينة قدن محل قاشا محل أودو محل اختيفة تحتاني ومحل خبرتا مقارد طافة أشهر العوائل التي احترفت مهنة الحدادة في القوش أشهر العوائل التي احترفت مهنة الحدادة في القوش نفس الناشا معدولين بحاد بوزن من أنت جواب خنان؟ من هو أشهر عوائل قميصة الأمريوة احترفوا مهنة الحدادة؟ بيوز صح ميروفا بس إذا خنان بحيدو؟ إيه؟ لا زحمة
ايوه هيدا خليك بشمال. بس مجانا عائلة بوزة وعائلة طولة وعائلة الحداد التي تسمى باسم المهنة لغاية الآن بحدادة وبوزة وبطولة. سؤال أربعة، أنا شبابتي نخش وانت قليلة إلا تنتات القرية عن تاريخ القرش مش كبيرة أمراض بأذينا، ماذا تعرف عن العوائل التي مارست مهنة الطب الشعبي في القوش منذ القدم؟ تفضل. أود أنت جواب؟ تفضلوا آخر لزحمة، إيه تفضل. من إلي وميلة مهنتية؟ حكيم. اسمه جان، جاوب صح. ايه بلخم. ايه ما نتخنا. يلا ايه تفضلوا، ايه تفضلوا اخر. يا قدم رضي الله إذا تطويري أفلام تطويري أدد بدقاني قس قطاوة ويشمع أغرافة ساعة مشو لي هلولي ورمي لك صوت ما نبلولي فينا الجنار ضدك من دولتي وانت بلونا قلت هلولي ساعة مشو لي هلولي. دعني أمرا جواب كبير إلي أن أجيبكم شغل أخلي من القوش عبر التاريخ. عائلة قميثة عائلة حكيم أودو اشتهر في ممارسة طب الجراحة. عائلة يقودة في مجال تجبير الكسور والرطوب وفي مجال علاج العيون بيت أودو. واشتهر الخولي يوسف كادو في الأعشاب الطبية وطريقة استعمالها. وفي مجال توليد النساء اشتهرت القابلات منهن مكو آسي زوجة ياكو نجارة ومي فعونة ومريم زوجة صادق سلومي. واشتهر بيت زلفة وبيت شمينة في مجال الطب البيطري. أني ويوا أجوبة
سؤال خرايا، سؤال خمسة، ما هي المزارات الموجودة في القش؟ ما هي المزارات الموجودة في القش؟ لا الأديرة، المزارات. تفضل. مزار مرميخ بس ما جنوب Thank you.
أثمشنا المقلم خولة كمح خريبة ولا وكيكرة مركولة بدرة مصباحة ملولة بيش اخدها ام الشماشة ميقرة جوزيف ارمني اتمحكينا لغزادة بزولة بابواثة سلام عليكم ملوء بفراعة وقصادة وقدرة فملوء موضوع مليكة كبيرة بشكل الدنيا ورياحة مشارك من إيدة قليانة نخلل الثانية إيدة قليانة كفاتية وخالصة مشاري وأكار معذورة كرستي من قنيانة ومن عدة ومن نيرة ولخيوة أقارن دشيوة بطرايا أمريوالة قراوة خلصيوة قراوة أفرديها مشاريوة بتنايا إثوى ختمة من أكار بتنايا إثوى زرع زريوة إثوى من نيل فلفيوة وزريوة وأصر أمريوة زرع تيطايا وثرمة زريوة بايش وزارة خعر بيصغر داشم أكبر الدشتة نفيو أكار ديشيو مدث ونقباب بغرع يرفيو ما نفيو ضرنيو كل نقبخات ضرنيو داشم وزارة بقيام أول آذر دشتيو أين أقرأ بزالة بأشافة نتوى أين أقرأ ضرمان الدهى أدغار دمرق دشتيو بزالة بشقالة ما أتوى سيوانا ويوا أقل دواوا قوارا ويوا فرد دواوا تشبيوا وإشافة والماضي والإيار إيار ماضي تشبيوا بغزاد الصارع صارع فرديوا عليه هذا حق السمطولة هاي أخذ الشبرة تتناقض بالنخيوة غزادة أتوى غزادة مهيرة شاقل ومقلع غزادة بشتورة شاقل وبرمجلع أدخل شاقل وبرمجلتا أري وطرع مريش البرازة والخصا وبرازة وقمايا أري وينضو أري وأري أربع خمسة أشتا تشنيوا بمعنى يا صلواتا يا تشنيوا بمعنى من حول لطر سيوا ولد ماطيوا الخصو البرازة مطيوة الخاص دبلازة يكويوة شقليوة خط صريخوثة مشليوة مقلي وكيب المشنة وبقوة مشنة بغزورة وشاتيوة فجيقارة اثو مني شاتيوة ماي ليخيوة بطريقة ويوة مقجانة اثوى لجنقالة مجمعيوة بطاطا مبطر غزادة مش كبيرة مقجانة مقجانياتة اويوة من غزورة بطل يوم دشتيوة جمعي القديشة جمعة قديشة لو إنسانايه قاي قديشة بانيوة لبنايا ياويوة شبل البرقوانا وقصار أي البرقراي بانيوة لبنايا غداية الطرطة تخاطر قيمة أفيا وقربيش تدوم الغاوة شو من دي مدة فرشة الوزارة ستواية آوي وهاوة آوة قيمة بريوة بره وباطل آوة قايم واحد بطل بتفصي وغزاد الصارة دشنيو بطل الخطة بطل دشنيو بمقالة مقالة تكرم بو اخبران ويوا اثوا شفرة اخبران زورة الشفرة هذه كبيرة يمة هاي دواي كبيرة براتا هذه قرومي وآني كبيرة خاطر الحقيسة يريها داري والدي يافا امريوا السمخسيني نمها من آثيوة ماريوة شخلة أمريوة لسام الشخلة إثوى قعدوا بكوا خلصة وخولوا داريوة لآدي خالصوا شاقلوا لأكوا كسام خسيني وقافركا داشنوا داريوة لآدي إذا إن أويوة خخمارا أوي تريشبر فماريوة لم يحصقوا أخننا بايشوا أولا ماريوة لمسوا للبطرة مسارقوا لو داريوة خننا إثوى خليانا رابي شخلة بشرابة أويوة
كنت مضيوة كلش هالبطرة عمري واصرنا فايش با كلش هالبطرة وكشفنا مش قبل اتفاد تديوش هالبطرة من اقلو باخر اتيو بيتيو قليان وبيقران دشنيوة او دو شير قمايا دوري والي دوار عمري والي دوارا اتفاد المهر تتخصي قد يفدونا والتخصص صغنا بطردت بيشاوى عملية عكسية شير الثرايا بايش وقمايا عمليوها العملية دقدوكو يعني ليقيوا القرشة بغربة تطيق البرطاوة من شغلة جبيوا القرشة من قافر دا دوائي من شير الثرايا بايش وقافر دا آتيوا بيشاوى أخوانا بيشاوى أخوانا آتيوا دروي هذه الدلوية إخوة مرفوض قيسة فغشك الويوة إخوة إشواكة كيادة إخوة بشوة إخوة خديسة هذه الدلوية هم هذه إخوة الفن يعني إيمان هذه الدلوية قيمة بوقة نمخيه بضرة أكارة نمخيه بضرة بعشيوة شمسة أصرية ومعتها كاريوة البوقة ولدت هي البوقة رقم دشنيوة كدخة أخواني بشيهم دروي دروي والتخصيوة بشي مخطط أمري والدفية يعني دفية يعني مني نظيفة بطل ما تخصيوة بشي مخطط ما قبل بوش مقتيسة تفاعد فيها كل دوس دوس قطط وخطة بس ثاني أنه دوس بشاوة سبب دروي خطة أعلي وقلمة من أقل الواخر نقليبة لقوبطيخة باكر اكو مني شقلي وعمري والدخونة قمخة اكو مني شقلي وطبر صرا باشي ول بشي تخلطة اي ويوا حال فلاح ويوا يعني جيوة بغدقة موضوع يريك البغدقة اخلي كم باكي خمن دي كرياتا شكرا لكن لخصنا مبتدئ بمديان قصورة
هذا مسلسل القرآن العربي. في البدء أقول إني لست مغنيا ولا أجيد الضرب على الآلات الموسيقية، ولكن قبل حوالي 20 سنة اختمرت في رأسي فكرة التطرق إلى هذا الموضوع ككاتب، نظرا لأهميته منذ العصور السحيقة. وما المزمور المقتطف من العهد القديم إلا الدليل، سبحوه بصوت البوق، سبحوه بالعود والكنارة، سبحوه بالدف والرقص. وكذلك من قراءة ملحمة قلقمش عندما تخاطب الآلهة قلقمش بالنار والقيطار أطرب نفسك، وبالرقص أنعش فؤادك ليل نهار. عن القوش بعد تركها الوثنية واعتناقها المسيحية كانت تشدها مسحة الإيمان بكل نغمة أو نظم الشعر، فسخرت كل الطاقات والمواهب من الأناشيد والمزامير الكنسية، وعبر مئات السنين كانت التراتيل الدينية هي السائدة بين أوساط الناس، وكانت الأغاني الأخرى تأتي بالدرجة الثانية. ومع ذلك وصلتنا بعض تلك الأغاني. يعني دام دمنا شمنا يعني زمنا هذا المقال إلا كله هو قرية يوم تعيش مياي بس غير ما من زيوة لحكمة بجنبا مكتوبة لإمي يعني كبير من الحان دي يكي رفض الحان دامنا فقد عليها في المجال تدمنا الحان دي أنا قدمنا بس هذا يباقى تقيل لأن الشباب يبي تدمنا أن تدمنا دها يا زملاء كيدنا دمطيلة يعني شمالا كلها كيلا دلالة دقو صيرة دقني قناية دا خدمة بالزمالة اللغة الحندية صفرت جلبي البرية هاي زمالة خلتا نسيمو ونسيمو مرقة العرباية شوق النخب شينا سنجا قيصر رخلي خاهي قول بشلامة خليل خشكة قال بثايا أخذ ما البشي روحه للنشيد قول خشكور سبعينات بداية السبعينات يا يمي انكبتي فقشناكم زاميرا أما يبي الزمن فوقت يعني دمنا الحندية كم زاميرا شاد تضوشتي وبقي طفيل اللي مات زرخه على بوموصر يعني هما يبي الستة هذا يبي لحن فيروزي للبنات ويتن خطاشة خوري هم الشمع ولو إذا خل شعر يعني هذا خطأ بحسنا الشتاي الشاتي وحالي فبشكل على باب أتمنى أفقالنا ولو إذا حد شعر بأربعينات في ملم خشكة قبلت الشتاية قداري يومي بقناية بيت ليث عشايا وسلف تلي طيرايا كمري قط ليلة خطيفة عراق تقيانا ديتا بشاتخ مسينا مليتا بس لنفلخ بشقينا هناك أغاني للصغار مثل يعني زمري وتا يرزولي زمري وتا بالقش يعني هم زمري وتا يالا حد الشاي لاي لنبتا قطر الشاي وما احنا وما ولا قالي يعني من داخل من داني وتو في المرتخل تا يا صيرا خاتا لفظي الخبروني بمدراتا اللي حقا قبايا خاتا أما يجملي ولا يماتا زم ارتفر تا يعني هذا خب كيف تخزيا برنا حراوي وقام حقالي فزمرا طالع عملا خايل بور يقول دماخر اشتنوري وهم مريوة خايل جان قلاوي وبشمت أقلع سماوي وانتو زم ارتفر ان عجايا زمري والي اخذفوا عجايا مثلا زمزمة مطراشة كبير كذيلة هما ينعطي خكمة دم الخلة عندي اتو ظفر تشمع قلا قلا قلنتي هل لي خولي صابنتي لما خيالي استدنتي ما يعملي ولا وتو خرتا شورخ شورخ زيزة يخضري وابو ألولي وتو خرتا Thank you.
وهناك أغاني دخلت عليها اللازمة باللغة الكردية. كبير سمريات أوليوة الكردي أوليوة من حفو لي السورة. يعني هاي الكردي ألقش وسلطة الدولة العثمانية زمن الدولة العثمانية البالح يعتبري لها تاسطنبول. ولغة كلها أكراد شو لتأقشناي صنيات الدوليوة تعامل ده بشكبيرة من أكراد لو هي من العرب. فبعين زمريات كردي حتى باباتا زمريوا دبريوا قليل بسيمة لفلان ناشا فلان ناشا كومة مزيكا كومة كجولا كبير يعني زمريوا عن زماري بقليل بسيمة وكردي زمريوا. فأن زمريات دمطيلة يعني دي لنادية لازمة كردي كندالو كندال بيدا عزة يظهر أما يشميع إتوا لغدا زمرتون شميع يعني إتوا مهاجرين إتيا ملكوش أتفقوش تي يعني أبلي وش كده كتولي 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 باقا قليلي كنيلي صار حامد جواني هذا كردي لا وغدا تامي على السورة خلدا خانمان وخانمان أما يبقوا كردي لا لازم أبيع وأز بفرم بفرم أماي وتغدا خلدا أماي مهاجرين زمري ولا خبلقوش او ليلو 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 داي كوري نماي ليلو ليلو ليلاي داي كوري نماي بو كردي لاي و محكاوة محكاوة يعني بيتا يعني سوى ركلتت بدمن يعني بدار بداية دارة إسري يعني زمراء خمق تعد كردي أمراوة الشكل يعني هو المطي اللي أمراوة مالاي سبي غوزل نحونا مالامي خدمة قهوة وشاي بقرينة هاي خلت تيز وهواء أمراوالة زمر في الدولة العثمانية كانت تتأثر أكثر باللغة الكردية تقدميني في الجبال وكانت مهنة أهلي القوش مرتبطة كما حكينا في سورة في تلك القرى والمناطق. فاستعذب القوشيون الغناء الكردي بطر لغوشتي بالستينات بين الحركة الكردية بريغة جادة طولة وبشل عفلة علاقة مد طولة ومد شمال بشل وجهة تبرتقتي بشل قشناي بهجرد بغداد زالة بغداد يعني الستينات عزقلة باربعينات ثلاثينات اتواجرة بغداد وتدوكانة تبقلقو بطموت وكبنا تبلاغة تجارة شولة بشتو بطر لغ مزدودة بشل ناش بزالة وناشد اللي هم الجامعات نقزي تباري اللي والإبزال الموصل البغداد طلاب فبش لها زمريات عربية وغيرها هنا بش لها ناشد باية الشباب باية زمريات وشامت عربي بش ولد سورة ليه أرد إيه تالي عن شب عن قليب السيمة بش يرشماشي بش يوقعشي هيك باش وقع زماني وتوقع بشناية يعني باربعينات يمكن بثلاثينات وين بدي اقا زورنا دايق وزورنا قم عليكم قم رشمالي فحمصت لناشم ايو عيما ترباية يعني خدي اقا طلال اخوينا حتى اخوينا احنا بش محكيم مولد مثل لما حكي لها اخنا في تريب وغدادة اش دايق وقو اي وزورنا كم بطلينا لاتو اوي وجه لاتو توجه يلمن دي يعني وفرد يا أخي وفر شاك التريوشوي لطوال قرار الحكومة العراقية قرار منح الحقوق الثقافية للناطقين باللغة السريانية على أثر ذا قرار بدأوا على إذاعة بسولة إذاعة كركوك شرعي لازم مليئة البتاية خصوصا أعطرناي زمري واحد مليئة أعطرناي بالدخل ده إذو خزم على بس كوزونا يعني باربعينات أو بخمسينات لما يقف ستينات خزم على أنا خزمني زمان جندايا بس كبير جعديم منه يعني عمل يبي يبي بدي زمان يا تعب يعني من دي أنا إيحائية من هو زمان فرق يوم شمي بشمة عزوكاتي ناس تنكب عزوكاتي يعني خفن حاليا خزم زمان يا ذا كابي طمع ده شو مول زمان يا عزوكاتي مش لناش قلوت لوش ودبرينا القرار وبرينا المدي والشنايد وبغداد برينا النوادي شو رأي زمان شو رأي بغداد شو رأي عابد بيبي
انتقلت عاد البيت وأطلب الدعاء قال إن يعني زي شعبي لا بنطلون زملاء سورة وتوخرنا فرج في حلبة زملاء قرنا جباب وتوخرنا كبيرة ما لي بتقنيات ليش ما عادي أدور توما أدور توما مع جماعة عربي لفترة وبعد نزل أمريكا من عزله على وصفه القضية بتكيان وبصرت ياس بريلا هجرة هجرة تخارج فتاما الكشناي تزل أخي ما حتى بخش في محبه الكشناي تزل الخارج بش بالليل حرية بش بالليل حرية بش مركز للسولة بش ولا خام على تخنا لا محكوتوا انجليزي لا محكوتوا عربي محكو سولة فبريلا زمان وسولة تطلع شمان كله فوق يطني له يعني طلال قريش كبير إذا طلع الكريش مناظر دو مكة أسوى تتبنا ثم زميري فهم غذام أنه يمكن شرارة بزمارة بالسعينات رحب لتتب وبطلوا هذا شو معنى ظال دو مكة يعني شرارة بأمريكا ليرا بزمارة دا فدخلت ولا دو أستراليا لنا صابر يمكن أن تتأكيد أن أنا يعني أنصر الاسمي بسورة أو الفشنافة الزمري بل كيفتو كيدو تخني وإذا شو ما كبير خني زميري وآخر بل خشوه لقلاط الشباب زمان القاوة والجداية ومدي عدالة البرفاشة مدي خرائط كلها يعني تبتا ترينا ماضي جزمالة فامن لي يعني كما حكيها لي ناشر عراب يعني ولا ميث من لي يعني كل ما يكون بريد الفرمان قوشات تفوت هذه فرمان طيلة يتيلة حميلة بالقوش كبير عوائل تيلة البعض وايل صعبة يعني منشوا عجاء وفيلا أنا قلت خيالة فغضب اختها ولا شميتها مغضاء ولا بزمالة مالا يعني أنا كي مزمرتها دي خيلة أنا بداخل عندي بس كشعر الشكل كبرى من ببيدي والسم ميلي خيل الدجمن دام بريلة شقلي شكي ودلي فيلة قطلي جمطي وهم جهيلة من آلوكا والبقاقة قولوا بختار تبعلاقة قم شرشري دويقي دواقة قم شرشري دويقي دواقة ومن دي خرايا أما يتقريبة باش أزمرتها يعني خمقطع منها قيمة لا يعني ودي لبسيوح قيمة ألقوا شبقوا حشة وحنثة وخكمة درو قال ناشي كله خب عمة شنقوا لقالي أنا واليمة لنا يالي بيلي ومسخي بدمة لنا يالي بيلي ومسخي بدمة هاي شاد البوتش زبريوان أطلبون سين بس مجال روحهم كله روحهم يا فخرتا بس مجال روحهم مشارة بديهوهم وكذو ديهوهم بفريشوفة بتشكرا فريق الشراغ التطوعي السيد طيف أنور مدحب القاش شماشة وزيف أرمالة السيدة باسمة الصفار لجنة شوق علايا مكتب مرميطة شباب موقع فورم الفرش قناة عشتار موقع عنكبات الفرقة الموسيقية المطربين دي جي صفيا مريمة كادو والمشاركين في تحضير المقاسم ختامة أتشوف أن السيدنا يقرأ ماركون الثابت ابن قرد نقول أنك بتهيئنا تفضل سيدنا سبقاني قال شكاري كلاني يا غيتا دمغذيرا يا يومسيا هم بد مزيد إلي بد خك مناش قلة من المعلومات جميل حيدو نبيل دمن لطيب بولا
انت خازم مرتك صدرت من امريكا من واثق بولا دك شاقل النمط تيطا انت نياتك داريلي ياول وما خيري قاول طنبو وانبو خيرا من باسل شامايا من بنيامين حداد ميلا غاية من دابي ايتوتا دي يعني دي مركزة من الزمرتا تخدم تدم بوطخ من تخرون انت نياتك دبواتا يعني في الناشة الكفي دي يوم او فوري ستينات اي خمدي خافر بس من دي الموروث شعبي تيقا ضد ركض من الكثيوي وكل يحفيظ احناش هذا جرك لازم موثقه خدع ويلا من داخل تقول لهم اشنا عندي اكيد كلنا اشتفاة عندي لازم قيمي بقول هذا شولة من دي دي يحفيظ ميلا تانيثا وميلا قيمتا للحن مسجلي لي وخازوكم بعثر دي خيبة يعني جوان قديا إيبا إدنا بقيلة يبقاو الخطر الزاشة كبيرة زي لو زمرت مريم وإنتم مريلة قال إحنا مش بسيط بس شبابكم قصة كم طورين لحن ضد غزال يا لاجي كيف في وعشان يحيد بالثاودية هذا خميثا كم تأخير إيك هو مفروض البرنامج الظاهر لغري الوقت الزمرينة بس أصير لديك نقناية وصبورتها بيش يتخن مناسبات بس المندي مهمة هذه الموأي الغناء الشعبي تيقى دلقو شو دي الحفيظة شو مواثق له وبركي باول فايش جميع كله فايش مكرو بقاول الثوان انت مستقبل بين اي خمدي رابي لكي بخطة بساكر الهوية تاني لبقاول هذه ثقافة دي هم بداويلا خدورة كده شباب المحضر يطال حتى اني كي بدل بموسيقى بيش ابو قمتا بيدو يسجل مدى اعلاني ده خمشي من أم خصم بد متحملها لهيتا وخمشي اللي تديل بموسيقى بايبا يدول بي يعني يعني بيش يعني مهارات مواهب خيافة انت تدم طورة قاولا ايتو يا ثاديا وهوتم بسيمة دايبو خنيف لنهم خمو قاسمة هم إذن خمرة باي مناسبة ايبو خطمو تدي هوتم بسيمة جاي يا بابو قد نورا من باقل وداش اشتاق أخرجوا المعجرة أي معجرات المقاسمة أو تنسيم Yeah.